طبعا عشان انا مدغدغ امها. ماشي، العربيه عماله تفصل مننا وعيت اوف. طيب يا شباب انا حاليا داخل اي. طيب ما علينا، شكرا. في هذه الاثناء الجميله وفي عز احنا هندور دلوقتي الفولفو الوحش بتاعنا. احب اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، اهلا بيكم يا جيش المكتشفين في حلقه جديده من سلسله محاكي شاحنات 2 او يورو تراك سيموليتر 2. حلقتنا بتاعت النهارده ان شاء الله هنشوف فيها العربيه العالميه البي ام دبليو ام 5. فمن غير اي تاخير خلينا ندخل نشوفها. يا شباب دلوقتي هو احنا هنمشي بالفولفو احيانا طفيفة. اوكي ما علينا، ماشي الدنيا يا معلم وتكل على ربنا كده. اوه انا مش عارف انا مشغل المساحات ليه بس. ليه؟ لان انا بس ما علينا. وماشي مع الراجل بحشرة وحشرة سودة، انا عارف، انا اسف يا معلم. تمام حلو قوي، اطفل فليشر ويا هلا بالوحش الجديد. خلينا ندخل نعمل له كستمايز كده ونشوف ايه اللي احنا ممكن نعمله في العربيه الجباره دي، العربيه البي ام دبليو الام 5. فخلينا نشوف كده اهو. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، شكل العربيه ما نعرفش نعمل فيه حاجه طبعا، ودي حاجه اكيد انا عارف كده. والشاسيهات لان هي عربيه سبورت فجايه بمواصفات معينه. الموتور برضو ما ينفعش نعمل فيه حاجه. ايه يابا يابا عدي ليه في العربيه يابا عدي ليه في العربيه عدي للكاوتش احرق ابو اللي جنبك في الارض. يعني ولا الموتور ولا العربيه ولا الشاسيه ولا اي حاجه ممكن اعدلها، انت سايب لي ايه لون العربيه يعني كتر خيرك والله، ولا الترانزميشن كمان يعني الله عليك. ماشي خلينا نشوف، ولا جوه العربيه احيا عليك على الجمال هعيط. تمام طيب خلينا نشوف. اوه ايه الجمال ده، لون العربيه حلو لكن خلينا نشوف اللون ده كده. ده كان دي وايت، لا مش عايز اللون الابيض، ما بحبش العربيات اللي باللون الابيض بصراحه. طب خلينا نشوف دي كده كده تحفه، ده خد بالك ده عالمي. ولكن الرصاصي يعني انا عايز لون يكون ايه، لون يكون سبورت شويه. فتيجي نختار اخضر، ايه رايكم؟ طب نخليها كاستم لايت وبعد كده ايه كاستم كلر اقصد لايت. ايه يا عم انت وخلينا نختار. اوه اوف 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 ايه الحلاوه دي، مش عايز اللون. طب تعالى نخليها كده. اوف اوف على الجمال اوف. انا يعني ماشي حلو الاصفر ولا الاخضر، انا مش عارف بصراحه. اوه اللون ده عالمي، اللون ده لون اخضر ليلا كده اهو. لا لا عالمي. طيب حلو، خلينا بقى ايه ندخل على العجل بقى والحاجات الخارجيه. خلينا نشوف كده العجل حلو قوي. ممكن نغير العجل؟ ايه الدنيا معاك ما بيتغيرش ولا ايه؟ لا بيتغير بس هيبقى منظره زباله تصدقوا. انا عارف ان هو كده سبورت يعني في عربيه سبورت كده، بس لا ما فيش عربيه سبورت العجل بيبقى باظ شبه بيضه كده. ف طيب خلينا نشوف اي حاجه تانية. هي دي الجنوط ولا العجل عشان انا مش واخد بالي، بس تعال نجيب كده اهو. جنوط ولا العجل ده؟ دي الجنوط. لا طب احنا نجيب العجل الاول ونست. اوف ايه ده ايه ده ايه ده ايه يا عم انت عبيط ولا ايه؟ لا خلينا نجيب العجل الرانر ده. تمام ايون يا ابني يا ابني عايز عجل رانر يا ابني. ايوه عجل رانر بقى رانر يا ابني. اوه العجل الرانر ما ينفعش معانا. طب خلينا نشوف العجل ده برضو ما ينفعش معانا. يعني احنا لازم في حاجه من العجل ده. طيب استنوا نشيل الشاسيه المني اللي انا حطيته ده. اوه الشاسيه ده عالمي شباب بتاع الاكس 6 صح كده ولا انا غلطان؟ البي ام دبليو اكس 6 تقريبا الجنوط بتاعتها كده ولا اقول لك بقول لك ايه، حط لي الجنوط اللي هي الاساسيه اللي هو كان حاططها. راحت فين؟ هي دي الجنوط صح؟ هي دي الجنوط الاساسيه اللي هو كان حاططها. تمام والعجل كمان حطوا لي العجل اللي هو كان حاطه الاساسي ده وخلاص. هو الفكره انه مش سامح لي اني احط اي اضافات. تعالوا اوف 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 على عداد والتابلو. الله عليك يا البي ام الله عليك. اوه اوه يا جماعه اتفرجوا اتفرجوا وملوا عينكم كده ان شاء الله تجيبوها في الحقيقه. يا رب يا رب يا رب كل واحد يعمل لايك ويشير الفيديو ده مع اصحابه ويكتب لي كومنت حلو يجيبها في الحقيقه. اي خدمه اهو دعوه وساعه المغرب وانا صايم وربنا فعينه كده اعمل له لايك، بس اعمل لايك يا معلم. طيب ما شاء الله من جوه عالميه تحفه 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 تحفه. يعني ما بالك انها في اللعبه منظرها عامل كده، امال في الحقيقه عامل ازاي؟ ما شاء الله ربنا يبارك لكل حد بقى جايبها ويا رب يرزق كل واحد نفسه انه يجيبها. طبعا المعلم مش سايب لي اني احط اي اضافات من جوه. هي بصراحه انا شايف بصراحه انا مش محتاج اضافات، احط فيها اضافات ايه؟ ف
فخلاص حلو كده تمام، خلينا نشوف من بره كده ونقدر نحط اي حاجه. وده المنظر النهائي كده للوحش البي ام بتاعنا. هي بصراحه مش محتاجه تعديل، انا شايف ان هي جايه لي جاهزه كده وممتازه، وسعرها 45,000 يورو فممتاز. خلينا ندوس على كونفيرم وندوس على بروسيس كده. ايوه، وبيقول لي اختار جراج، هختار الجراج بتاع ايطاليا. طبعا الجراج بتاع ايطاليا ده احنا مرمطناه معانا في الحلقه اللي فاتت في التريلا اللي جننتنا حرفيا. خلينا ندوس على اوكي كده، وبس كده احنا كده اشتريناها بال 45,000 يورو. خلينا نروح نركبها. طيب يا شباب، بسم الله الرحمن الرحيم، كده ندور بقى ونتوكل على الله كده اهو عشان نروح على الجراج بتاع ايطاليا علشان اجرب العربيه الجديده. طيب يا شباب، انا حاليا داخل اي. طيب ما علينا، شكرا. انا فعلا كنت داخل على الجراج. اوف يا حيوان يا حيوان، انا مش معنى صوت انا يا جحش. الحمار الحمار الخطشاني الحمار الخطشاني. علينا علينا. اوكي ماشي، خلينا دلوقتي نمشي اهو. انا داخل على الجراج. اوه ده الجراج فاتني. اوه ده مؤاخذة ده مؤاخذة، معلش بقالي كتير ما بجيش الجراج فتلاقيني نسيت المكان شوية. ادي بس الفلاشة عشان مفيش حيوان يجي يهبط لي العربية التريلا. اوف ده انا مفرمل على اخر لحظة. ادي يا ابني الغيار اخلص. يلا بينا. لا مؤاخذة يا رجالة، لا مؤاخذة يا رجالة، عطلت لكم السكة معلش. أدخل بقى الجراج، ويا أهلا ويا أهلا ويا 300 أهلا وسهلا بالجراج بتاعي. الحمد لله ختامه مسك يعني. خلينا بقى نركب العربية دلوقتي نحول لها. ورجعت لكم تاني مع هذا الوحش البي إم دبليو. فأنا بصراحة أنا بقالي ساعة بالظبط قاعد ما بعملش أي حاجة غير إن أنا بتفرج على المنظر الخارجي ولونها الاخضر اللي داخل على فسفوري ده اللي تحفه 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 بمعنى الكلمه. عايز اشوف من جوه بقى. اوف اوف على الجمال، اوف على الجمال، ما شاء الله عالميه. ايه ده، هي بتتحرك لوحدها ولا فين فرامل اليد؟ ايوه فرامل اليد. اوه صوت فرامل اليد، سمعت صوت فرامل اليد ده؟ بصوا سمعت صوت فرامل اليد. فرامل اليد ده اصلا الصوت بتاعه مش موجود تقريبا في اغلب التريلات. فبصراحه احيي اللي حطت العربيه دي، انا هتجن واسمع صوت الكلاكس تقريبا. ادي 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 يا وحش. تعالوا بقى ايه نسمي الله كده وندي فليتشر. بس اهم حاجه الفليتشر بتاعها باللون الابيض مش مهم عادي، ده بي ام يعني احنا تحت امر البي ام. خلينا كده ندوس فرامل نجيبها على الان ونسمع بقى. اوه اوه على السبورت، اوه على الموتور السبورت يا معلم. بصوا من جوه، بصوا على الصوت من جوه. اوه اوه سبورت، هي كل حاجه سبورت فيها. طيب خلينا نطلع الجي بي اس كده. حلو قوي، هي العربيه فيها جي بي اس بس انا بحب الجي بي اس بتاع اللعبه يعني. وخلينا واحده واحده كده نرجع. انا منزل فرامل اليد، ففين فرامل اليد يا معلم كده اهو. اوكي حلو قوي، فكينا فرامل اليد كده يا محترم. ارجع لي واحده واحده وحش، واحده واحده عليا وحشه. ده حبيبك طول عمره بيسوق يعني تريلات، ما ياخدش على العزم الصلاة على النبي. ادي ادي واحده واحده بقى. اوف ما شاء الله على العزم، ما شاء الله. واحده واحده عليا وحش، واحده واحده. انا قلت واحده واحده، انا قلت واحده، انا مش بتاع السواق. الفرامل زي الزفت بس يعني ايه. اطربني اطربني. يا وحش ايه الشراسه دي، بس ايه الشراسه دي؟ ده في بوليس بيجري ورايا. يلا بينا اجري يلا اجري يا البي ام. صل على النبي على العزم. ادي ما ينفعش يا امريكا. انا قلت عايز امريكا، انا قلت عايز امريكا، مش انا دماغي امها. ما علينا يعني، حلو حلو معلش معلش. واحده واحده بقى، خش عليا. دي ايه دي اللي جاي عليا دي؟ ايه اللي جاي علينا ده؟ مرسيدس. واحده واحده مرسيدس تقريبا، مرسيدس. انت بتنطي مره واحده ليه كده يا اولاد؟ فيه يعني اي 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 ثواني ثواني اقول لكم. انا عشان العربيه قريبه قوي من الارض فللاسف بتحتك جامد قوي مع المطبات وبتتفاعل معاها بطريقه غبيه بصراحه. ف طيران يا جدع طيران، ايه العزم الحلاوه دي؟ اوف طبعا عشان انا مدغدغ امها. ماشي العربيه عماله تفصل مننا وعيت اوف. صلاه النبي احسن، ده احنا جايين نعمل حوادث مش جايين نسوق. والعربيات دشدشت يا جدع، حرام عليك.
مش عارف، انا مركز في جمالها مش مركز في سواقيت. يا المرسيدس صباح الفل يا معلم. وحش برضو المرسيدس ده، خد بالك مش اي كلام المعلم المرسيدس ده. واحدة واحدة انا هفضل سايق على مهلي كده اهو لغاية ما الاقي خط زي ده كده اهو اطير بقى. اوف بس ما ينفعش اطير. فورمل حلو قوي. العربية عايزة طريق تجري فيه وانا مش لاقي طريق اجري. تعالوا نخش معاكس، معلش سامحوني يا رجالة، سامحوني يا رجالة، هضطر اني ادخل معاكس. ايه الجمال ده؟ اوف رائعة رائعة بكل ما تحمله الكلمة يعني حرفيا. اوف اوف اديني اختبار تسارع كده يا شرس. صلاة النبي صلاة النبي. يا لهوي ده اختخد ام العربية. طيب ثواني بقى، ثواني ثواني ثواني، تعالوا كده. طبعا ما ينفعش اخد بيها حمولة، ممكن بس لازم اركب لها بقى المقطورة اللي بتتركب في ظهر العربيات ورا دي وبتاع، فحوارات جامدة. انا بصراحة مستمتع جدا بسواقتها، بس المشكلة كامل. عي واحدة 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 واحدة. فصلت ها فصلت، بصوا عمال ادور فيها ومش عايزة تدور. اي حقك. اوه شوف شفتوا التريلا الحيوان، شفت الحيوان اللي خبطني ده؟ ماشي يا وحش ماشي. عارف لو كنت بتريلا انا كنت علقتك، بس انا طاير يعني، انا طاير بالبي ام دبليو يا جماعه، انا طاير بالبي ام دبليو فطبيعي. اي حرام حرام حرام، اقسم بالله اللي بيحصل في العربيه ده انا مش عارف اسوقها، لان انا مش متعود على السرعه دي. يعني انا متعود على العربيات الكحيانه. تيجي ندخل معاكس وننزل على الطريق السريع اللي تحت. اوف ثواني كده، طب ثواني كده اسمعكم صوت عن عنايه واحده كده. اديني، لا استنى احطها على ان. الله الله اديني الغيار مره واحده. تحفه عربيه تحفه بكل ما تحمله الكلمه من معاني حرفيا. اي واحده 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 واحده، الصوت بيطربني الصوت بيطربني هنا، الصوت بيطربني يا معلم. طيب خلينا اديها لي الغيار كده. اوعى صاحب الفولكس واجن يا غبي. واحدة بقى واحدة واحدة بقى، بص ايدك، هي عربية عايزة تطير وانا عايز اطير اكتر منها. هو ايه اللي وقع ده؟ وانا تقريبا اجري بقى، طيري بقى طيري بقى. اديكي مسكتي طريق سريع اهو. العربية بتنور تقريبا، العربية تقريبا بتنور. واحدة واحدة على الفولكس واجن يا شرس، واحدة واحدة. فولكس فاجن ده مش بي ام دبليو ده، مع احترامي للناس اللي عندها فولكس فاجن طبعا. اوف داخلين على حكومة، داخلين على حكومة. واحدة واحدة عشان ما نتسوحش، واحدة واحدة. ادي الفليشر كده اهو، وقف زي الملوك، ادفع للحكومة. مش عايزة تدور. ايه الكاسفة دي؟ يا ولية دور يا ولية، وتير بقى يا معلم. الصلاة على النبي الصلاة على النبي، سباق تسارع ده بتجيب من 0 ل 100 كيلو في ثانيتين تقريبا يا رجاله. ايه الحلاوه دي؟ طير يا وحش طير وحش. صلاة النبي بصوا وحش. الحقونا الحقونا اغسونا اغسونا يا الله ونعم الوكيل. تعالوا كده بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه لا ما بتدورش. ايوه دوري بقى يا جدعان، يا جدعان باظت مش عايزه تدور. حرام. ما علينا يا شباب، بس كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا بتاعت النهارده. استنوا بس ثانيه واحده اشد فرامل اليد عشان ما حدش يجي يقرفني كده هو يقرفني في عيشتي. بس كده يا شباب كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا بتاعت النهارده. البي ام دبليو نوصل لكام لايك عشان البي ام دبليو؟ 100 لايك للحلقه دي عشان البي ام دبليو، ولا 150 عشان المكتشفين؟ انتوا اختاروا بقى. فاستمتعت جدا معاكم بالحلقه دي، لو عايزيني اكتر جدا الحلقات دي اكتبوا لي في الكومنتات تحت. وكالعاده ما تنساش اللايك والشير واشترك في القناه وفعل الجرس من زرار الجرس والزرار الاحمر اللي تحت الفيديو دول. تابعنا على كل صفحاتنا على السوشيال ميديا هتلاقيها في الديسكربشن تحت. واهم حاجه فعل الجرس وشير الفيديو مع اصحابك عشان تشوف كل الفيديوهات محاكي الشاحنات اللي جايه. كان معاكم يوسف نصر، اشوفكم بخير فامان الله. وحش البي ام ده والله، وحش وحش طايره بتاكل الاسفلت وهي ماشيه. ايه ده؟ إن شاء الله.